جولة ديزان في رمضان شهر الصيام، عم بالي بك شيعان راك تسنى في الأدان، نديك معايا ندورو بين الولايات نشوفو مطاعم بلادي ندوقو الماكولات. صحيبي كل شي رايد صوني وشعلت لامبولة الحمراء، جيبلي سلطة تاع لي زافوكا ودجاجة مجمرة، المصارن راهي مدمرة زهي الحالة بالشربات، والطبلة مرقة زيتون ومعاها زوج بوراكات، شاري فريك تاع الشرق والحريرة تاع الغرب، قلب اللوز من باب الواد راني جيت هرب هرب قرب قرب للهداب، شوف البنا تاع الشاف المردومة تحت الأرض، جيبلي كيمياء من الكتاف صور صور لمفور مدلح بابك زيد دوار، الملفوف بوزلوف تلقاه طايب ومعور، كيمياء زلابية ولوزية بقلاوة أنا في الصينية، ومادابية تكونوا معايا كل في جولة ديزاين. السلام عليكم ورحمة الله أخوتي الأعزاز، نتحيكم من عنابة أون ديريكت، وبارك الله فيكم على الرسائل القيمة اللي جاتنا على الصفحة، يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة، نحبكم ونموت عليكم ونبقى ديما نمتعكم ونحوس بيكم في البلاد كاملة. اليوم رانا توجور في كارطية في عنابة، كما راكم تشوفوا الدنيا زاهية في الكور اللي قلنا باللي بارمي لي ميور بلاصات في الجزائر، الناس كل تجي لهنا واللي ما يجيش يجي العنابة وما يجيش الكور شغل ما جاش العنابة. خوتي الأعزاز راح نديكم تعيشوا واحد اكسبيريونس جامي صرات، واحد الحوايج تشوفوهم اليوم في عنابة راحين يخليوكم تخموا باش تجيوا العنابة، وتخموا باش تقعدوا في عنابة وتزهاو بيكم بالعائلة تاعكم وبيكم بولادكم. تبعوا معايا خوتي الأعزاز، وبربي إن شاء الله تعجبكم جولة ديزات تاع اليوم. يا خويا يلا نروحوا نلقاو الناس يحبونا. السلام عليكم، واش راك خويا؟ صافا والله صافا، الحمد لله، عايش ملاحة رحمة ربي، عايش راهي عنابة والله لاباس، عنابة منورك اي منور حبيبي، الله يبارك. اسمع انت ديما في الكور هنا؟ ديما في الكور، الدنيا زاهية كلها، ديما منورة الدنيا زاهية، الله يبارك. 150 ولاية 150 ولاية، مرحبا بكم، وكله عنابة زاهية، وترحب بالجميع. الله يبارك اخويا، خويا صافي بليزير. اسمع واش تنصحها ما دام جماعة الهداف ولا المشاهد الكريم اللي قاعد يشوف فينا، قول لي حاجه واش تنصحهم بلاصه يروحوا لها ويحيروا كما كانش في عنابه؟ في عنابه روحوا لسريدي، هاك تسمع صحيبي روحوا لسريدي، جمال طبيعه خلابه سريدي. كانت الهداف حالك، وهذه هي زمن رمضان. رمضان ان شاء الله، نقولوا الشعب الجزائري نقولوا له رمضان كريم وكل عام انتم بخير، وان شاء الله يعدي بخير وعافيه، والحمد لله رانا في بلاد المسلمين، والحمد لله الحمد لله، وبلد يعني احسن بلد عربي من الاخر في رمضان في كل الله هم يعرفونا مالغري ما عندناش، بصح الحمد لله ديتهم البوراك حارو. ما كانش كيما البوراك تاعنا في مرسي وبعناه ويطلع لنا البوري يا راجل. فريدي وشخشوخ، شخشوخ عند الحجه، تضربوا الشخشوخ تضربوا تليتلي تضربوا المرسو تاع الحم تشبع والناطير وكلش كاين. واش تقولوا الناس بمناسبه شهر رمضان؟ نقولوا لهم ان شاء الله يعدي علينا بالصحه ولهنا، ونعقبوه ديما نشوفوا في بعضنا ان شاء الله. شهر ان شاء الله مبروك على ام العربيه كامله، ان شاء الله يا ربي، وسهر رمضانكم ملاح الشخشوخ اخويا، وعنبه ملاحه وفيفه عنبه، وتحية الجزائر، وكما نقولوا يجينا بالخير بربي ان شاء الله، ومزات البركه وربي هناك. صح رمضانكم وان شاء الله رمضان كل عام ان شاء الله فرحين وديما زاهيين، وان شاء الله عنابه مرحب بكم في كل وقت. ما تنساش البوراك راهو تاع عنابه لبيان. بارك الله فيكم خاوتي، ميرسي. سلام خاوتي، ميرسي حمدي خويا. السلام عليكم خاوتي، هي خويا هي نزار. بالعود والربان والخودات يروحوا عن شهدان وغرام. خوتي الأعزاز كما شفتونا كنا في الكور، حوسنا شوية في الكور وشفتوا الكور تاع النابة، ما كانش واحد يجي لعنابة وما يجيش للكور. دركا راني في واحد الكاتشيما مهم جدا في النابة، يعني واحد اللاكس كما نقولوا البلاصة هذه اللي راني فيها، منها تروح
كما نقولوا لاري كومبيتا، منها تروح لاكولون، منها تروح الحطاب، ومن هنايا الطريق اللي تجيب بالكول يعني طريق البحر. ولا خوتي العزاز دركا راح نطلعكم للسريدي، السريدي راح نديروا جوله في سريدي ونشوفوا الشخشوخه اللي حكاونا عليها الناس كل وندوقوها بيان سور. تبعوا معايا وعن بالي يا خويا ريزوم ربي عايشك، تبعوا معايا خوتي العزاز راح نمتعكم وراح تسخفوا معايا. يا تكونوا معايا الكل في جولات الزاد. المشاهدين تاع قناه الهداف والله وش نقول لك انا رمضان نقول لهم رمضانكم مبارك وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله انا نش نقولوا حنايا نعقبوا على خير وعافيه ان شاء الله يا رب. ولي بري برك سيرتو اختك، حنا عندنا الفيس هذاك تاع يوصل رمضان يبدا كل شيء يطلع بلافون كذا منا خلاص بياخذوا الشيء. نحكي لك برك نبداو ان شاء الله هذه هي وسلمونا على علي بن شيخ خويا بيان سور. الله يبارك كعبه واحده من سريدي من جبال سريدي اونسيان جوار وكذا منا ورمزه خويا رمز تاع المنتخب الوطني القدماء الجدد لازم نقيموهم في نعمه يا خويا يا خويا الحمد لله كليمو مليح الناس متربيه الامان الامان ورمضان ما تحسش به هنا الامبيونس حتى لا الجوع ولا العطش شك ما تحسش به الحمد لله والناس تضحك مع بعضها والناس معاشر ويجيو الناس يحوسوا هنا يعني يجيو وزاره من يوخم وزاره يجيو يعني شغل عادي عادي جدا والدنيا نظيفه نقيه الله يبارك الحمد لله والحمد لله عندنا امير ملاح اخويا والعباد ملاح الحمد لله ربي يعطينا الخير ان شاء الله نساير كل نظيفه يا قسنطيني يا اخويا واش قسنطيني هاي اخويا السلام عليكم واش دير في سريدي من قسنطيني المكتوب جابني هنا اخويا المكتوب اخويا الله غير والله جاب اسمي جاب اسمي يا اخويا قسنطيني مزيان في عنابه ان شاء الله ساكن في عنابه وادي يرجع الله يرحمه ربي عايش معاه كيف ناس ولاد فاميله هنا ما شاء الله والله 20 سنه لا قست واحد لا قاسني واحد الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله يعيشك علي بن الشيخ يا حاجه فريده استنى علي بن الشيخ وجيبوه لنا لهنا نجيبوه ان شاء الله جيبوه اخويا يا خويا يجي معنا جيبوه نعزوه جيبوه اخويا جيبوه وقدروا هنا ونكرموها اخويا الله يخليك ربي يعيشك ان شاء الله اخويا قول له مرحبا بك هنا شنو يقص تفهمنا صاحبي درك انا راح ناكل شخشوخه اسكو تسمحوا لي ناكل شخشوخه بالصحه ولا هنا كيما يقولوا ياكلها الصيد تخرج يا اخويا بالصحه ولا تحبوا تجيو تاكلوا معايا مرحبا بكم انا نوينا علي بن الشيخ معاك برك خاطر جاي نجيبوه نروحوا ناكلوا خلاص كي تاكل شخشوخه جيبوه اخويا خلاص جيبوه والله نخلصها له دوكا رايحين ندخلوا المكان تاع الشخشوخه بالقريفه صاحبي تبع معايا تبع اهلا مرحبا عزو نورت عنابه اخويا مرحبا بك خويا خوتي العزاز كيما راكم تشوفوا رانا في الحاجه وخونا العزيز الحاج صافي بليزير خويا الحاج وحبيت حاجه واحده برك الحكايه اللي حكيتيها لي خاطر سقسيتك قلت لك علاه سميتيه الحاجه واش لافير تاع الشخشوخه تاع الحاجه الشخشوخه هي الحاجه اون بيرسون هي اللي هي هي اللي خلقتها الشخشوخه هنا شكون الحاجه هذه الحاجه جداتي الله يذكرها بالخير ويطول عمرها ان شاء الله ان شاء الله هي نور هي تاج راسنا الله يبارك هي النواره تاع الفيلاج تاع النبا سمع دوك الشخشوخه انت اللي طيبها انت هو اللي طيبها هي كانت الحاجه الحاجه اللي طيبها هي بكا بدات قلت لي ما نقاش انا ديما نطيبها ديما نروح نعيو من هنا قلت لي ارواح ساعه نطلع للدار نطيبوها انا وياها بك عاود تجي هنا نطيبوها انا مع بعضنا كي تطلع هي تغيب لي في حاجه نطلع لها نقولها كيف ما هذيك هاد تقول لي اعملها كديرها كدا وانا نستنى لازم ندير خبر من هنا بيان سي الناس الكبار هذوما لازم تبروفيتي منهم عقد ما تنجم هما لا باز البركه يعطيك الصحه هما الكل في الكل منها هي هزيت الصناعه تاعنا هي يعطيك الصحه وكيف ما حتسميناها الحاجه هنا جاء هذه بكري كنا مسمينها البهجه مأكولات البهجة. البهجة قاعدين في الطابلة هنا واحد صاحبي تونسي يقولوا له رياض هذا تونسي الله يذكره بالخير وهي الحاجة معدية من هنا رايحة عند خالتي ونعفر رايحة من هنا حتى قلت له هاي الحاجة هاي معدية هذه هي الحاجة قلت له جداتي كنت نحكي لك عليها قال لي اسمع قال لي بالله قال لي ولا ما تسميهاش مطعم قال لي هي البركة تاعكم قال لي سميها مطعم الحاجة قال لي نحي لك البهجة دي من سبحان الله قلت له والله سيمبوني دي دي درك خالتي راح ندخل مع اخويا الحاج وراح نجمر معاه الشخشوخة الشخشوخة تجمرها معايا اليوم
باه الناس تشوفها وانت تشوف شخشوخه اللي هبل عليها ديما. اليوم لازم انت اللي تجمرها اليوم يا خويا. راح نجمر شخشوخه اول اكسبيريونس تاعي انا. تبعوا معايا خاوتي اي دونك لعت لي خويا كيفاش نجمروا دوكا. هذه هاي النعمه هذه النعمه دي قول لي خويا خير اللي مخصوطه اللحم اللي تحب تاكلها انت باه نجمروا شخشوخه. انا الخير حطوا اللحم يا خويا الخير اخويا الخير 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 باللحم ولا بالبولي يا خويا. شوف لي مخصوط هذا ها هاك هاك من بكري تموت عليها. لا 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 انا يا موت عليها لا خليه يسخن هنا. يسخن هنا في لاصوص تاع الشوكه. تري بيان تري بيان. نجيبو هنا لا سخانه هي هذه هاي لاصوص تاعها نطيبوها الصباح طيبوها باللحم غنمي والدجاج ونتفوها. الله يبارك. تعلموا يا بنات اليوم تعلموا تعلموا كيفاش تجبروا تعلموا. الصوص هذه فيها سر سي كاين الدجاج يطبخ باللحم وفيها فيها شويه اسرار. اسرار ما يقدرش يمدهم سما كون يمدهم سما خلاص ما الاسرار المهنه يعيطوا لهم هذم. نحطوا طريف زبده هنا طريف ما تكثروش يا زبده. زبده حره حره عربيه زبده عربيه يعطيك الصحه. سما هنا تاعنا دياري طيبوها بالزبده هذيك هي يزلقوها بطرف زبده من كيفوروها لازم تفر على صوص تاعها. تخبيا معايا قبل ما به تجيك الكعبه وحدها وتجي مجمره بيان حط طريف زبده. تخبيا على الاول هنا داكوغ. وبعديك درك عز ودوكا دالتك انت دوكا انت تلوح النعمه. انا نلوح النعمه خويا العزيز. بسم الله بسم الله ان شاء الله نربحوا عليك يا خويا ان شاء الله يا ان شاء الله هزيد الشخشوخه بنا على بنا كي نسيتها تربحوا تربحوا على الجزائر على الجزائر كامله ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله. زيد هاني هاني وليت اخويا هاني وليت زيد خويا زيد زيد حر حر شخشوخه اللي هبل عليها كانت مجمرتها بيدك اليوم. ها يا خويا العزيز ها وكي تروح عند الوالده قولها يما شخشوخه جمرتها بيدي لا يقول لها اقسم بالله غير نقولها تري بيان هكا هكا تحكم تشوف على الزوج تري بيان نغطيوها هكا داكور 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 ونغطيوها ونخلوها تتجمر بالعقل نقصوا شويه الغاز اب تي فو يعطيك الصحه تري بيان. درك اخويا هم لي صاصيت نسربيو فيها مثلا شوف شوف هاي اللقطه الاولاد شافوا شوف لا شاف تحس باللي راك راك جزائري. شوفوا خاوتي صافي فريمون بليزير وحق ربي هاي. اما الحوايج تاعنا حوايج تاعنا وتاع البلاد وتاع التقاليد نورمالمون احنا ناكلوا في الحوايج هادو من بعد فيهم واحد البنة لو بوا هذا سوا ترقد في البوا ولا تاكل في البوا بنة زي اخر باسكو سي لا ناتور سي حاجه طبيعيه. اونفان خويا نروح للصاله دركا دوكا تروح للصاله دوكا انا كاين سر واحد اخر لازم فبا تشوفه انت سما راك سر دوكا انت تريح وسخشخه المعسل تجيك. ربي يخليك ميرسي بوكو نظام ربي يعيشك شكرا. الاولاد راني مع الشربه حنا في عنابه نقولوا له الجاري اللي يروح بالفريك وجاري تاع عنابه عنده واحد طعم خاص. انا نسنى في شخشوخه يا اخويا عزو هاي الشخشوخه تاع صحيبي فوق منها الزبده مردوخه. شخشوخه تاع صحيبي فوق منها زبده مردوخه مردوخه واللي ياكل تروح له الدوخه. نظام ربي يعيشك ربي يخليك خويا العزيز ميرسي بوكو خويا. بيان غارني بغيت نكملوها بشبح الصفرة على ربي ان شاء الله. نظام ربي يحفظك ربي يحفظك. كيما تشوفوا خاوتي العزيز هاو البلا تاع الشخشوخه. شخشوخة عنا بيا بلا قريف عنا حقوق حقوق التأليف وحقوق الطبخ وحقوق حقوق البت عنا با 100% شخشوخة. راح ندوقوا شخشوخة تاع عنابة وكيما نقولوا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اي واحد شافني في الحصة هذه ناكل في الشخشوخة هذه ان شاء الله يا ربي كتب له مكتوب ويجي لعنابة ويجي يدوق الشخشوخة تاع الحاجة وربي يحفظ لنا الحاجة وربي يطول في عمرها وربي كيما نقولوا احنا يحفظ لنا الامهات تاعنا وجدودنا ويحفظ لنا الناس الكبار هذوما اللي فيهم بركه كبيره سواء في ماكلتهم سواء في هضرتهم سواء في قعدتهم سواء في كيما نقولوا احنا هم البركه تاع الدار. واللي عنده واحد كبير مات له امه ولا جداته ولا باباه ولا جده ربي يرحمه وكيما نقول لكم ياكلها الصيد تخرج اخوه واني راح ناكل ونبكي يا صحيبي. هيا بصحتكم من عند عز وعنابه ونتلاقاو في جوله اخرى من جوله دي زاد. سلام. جولة دي زاد في رمضان شهر الصيام عم بالي بك شيعان راك تسنى في الأدان نديك معايا ندورو بين الولايات نشوفو مطاعم بلادي ندوقو الماكولات صحيبي كل شي راك
الشرق ولا حريرة تاع الغرب قلب اللوس من باب الواد راني جيت هرب هرب قرب قرب للهداب شوف البنا تاع الشاف المردومة تحت الأرض جيب لي كيمياء من الكتاب صور صور لمفور مدلح بابك زيد